اللي بهديني حدا غيرك. كل شي مرق بالماضي هلا بالسعادة، وقت وقطع الفاضي من قبلها. نجم أدهم نابلسي، اليوم عم نشوفك بحفل بسوريا لأول مرة، نحكي شوي عن جمهورك السوري ونحكي عن هيدا اللقاء وشعورك تجاهه. أنا بصراحة يعني كتير مبسوط إني موجود لأول مرة بسوريا، وكتير مبسوط إني راح ألتقي بشعب سوريا بهالحفلة الحلوة، وإن شاء الله يا رب يستمتعوا يعني معي. أنا كتير متحمس، وإن شاء الله يا رب يكون هاليوم يوم حلو للناس اللي جايين يحضروا الحفلة، وأكيد بالنسبة لي يوم حلو إن شاء الله. شو محضر اليوم حتى يكون عندك بالحفل؟ شو هو الشيء الجديد ممكن او ربما مفاجأة حابب تقدمها؟ هلا بصراحة نزلنا اغنية من يومين، راح نغنيها لأول مرة اليوم على المسرح، فان شاء الله الناس يحبوها ويتبروها، اكيد مع اضافة مع الاغاني القديمة واغاني تانية، فان شاء الله يتفاعلوا معها وتكون قريبة لقلبهم يعني ان شاء الله. احكي عن هيدي الاغنية شوي، وخاصة انه انت بعد ما طلع خبر انه حضرتك تجاوزت 100 مليون مشاهدة على او الاستماع على انغامي، فهيدا الشيء شو ممكن يشكل بالنسبة لك وانت يمكن بعدك عم تصنع طريقك او عم تفتح طريقك؟ بصراحة هذا إشي كتير بيشرفني إنه يكون عندي 1 مليون استماع على أنغامي، وأنا بالنسبة لي أعطيتهم الأغنية هدية مني إلهم، من كثر ما أنا بحبهم محبتي إلهم وعلى تعاونهم معي، ولأنهم شركة يعني بينوا قديهم عن جد مناح وقديهم بحبوا الإشي اللي أنا عم بعمله، لأنه بلشنا حتى بدايتنا كانت مع بعض، فأنا كتير مبسوط إنه عم بتكرم منهم، وهالأغنية حدك الكون راح تكون إكسكلوسيف لإلهم لأنغامي، وإن شاء الله الناس تنبسط فيها. صراحة هيدي الأغنية في ممكن الفيديو كليب، نحكي عن علاقتك بالفيديو كليب، هل في أغاني محددة أو موضوعات محددة حضرتك بتحب تطلق فيديو كليب؟ هلأ بصراحة شوي يعني أنا حاب أنه لما أعمل فيديو كليب يكون في يعني في ستوري بورد حلوة، يكون في طريقة، هلأ بغض النظر عن اللي عملتهم قبل يعني، هلأ من هلأ وطالع بدي يكون شوي في أشياء مختلفة، لأنه أكيد اللي عملته قبل هو قبل واللي جاي هو المستقبل، فإن شاء الله الناس تحب اللي راح أعمله اللي جاي، ويكون في شوي تغيير عن قبل، في مفاجآت حلوة إن شاء الله الناس تحبها يا رب. حاليا شو في شيء عم بتحضروا للشيء المقبل يعني، إن كان حفلات أو أغنيات أو ألبوم مثلا؟ هلأ إن شاء الله في تور كندا وأمريكا راح تبلش الأسبوع الجاي، وبنفس الوقت عم نشتغل على أغنية راح تكون سينجل إن شاء الله يعني بتنزل فترة قريبة إن شاء الله، مش راح تطول كتير. أي شوي رومانس يعني، كتير رومانس مش شوي رومانس، فإن شاء الله الناس برضو تحبها، شوي عم نغير عن الحزين يعني، فإن شاء الله يتقبلوها يعني لا أكثر درجة ممكنة، لأكبر درجة ممكنة، لأنه بالنهاية هاي الأغنية راح تضلها يعني باسمي وراح أكون أنا بغنيها، فبحاول إنه تكون يعني قد ما بقدر مثل ما أنا بدي، بس نفس الوقت ما بقدر أتخطى الملحن أو الكاتب لأنه هدول حقهم يعني بالنهاية، بس نفس الوقت نحاول إنه نلاقي حل وسط، يمكن ممكن أنا أتدخل كتير، بس إن شاء الله يعني يكون تدخل يكون محله ويكون بيعطي نتيجة حلوة، وفي كتير أغاني يمكن ما تدخلت فيها يعني تيجي هي لحالها حلوة مثل ما هي. أنا مين بدي لوم بين الظالمين، فقري عذابي لو عتي بصد القدر، لا 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 روحي روحي
شاء الله السعادة ترافق بك الحين.